ادويه شرعيه بقى اللي تقول ان في حاله اغتصاب. اولا ان احنا نفحص المجني عليها، وبعدين نفحص الجاني، وبعدين نفحص التلوثات اللي جايه لي من الست، ونفحص في حمل ليها ولا لا، ونفحص وجود عدوى امراض جنسيه وتناسليه ولا لا. السيناريو بيجي ازاي؟ بيجي لنا واحده ست او بنت، في كذا سيناريو. اشهر سيناريو فيهم ان البنت تغيبت عن البيت 3 4 ايام، والام ما كانتش عارفه طريقها وجابتها وجات الوحده عشان تكشف عليه. سيناريو تاني ان البنت بتيجي تقول ان في حد اغتصبني. سيناريو تالت انه لقوا البنت مرميه ومغمى عليها او واخده حاجه وشاكين فيها، او ان حد تم اغتصابها، هدومها متقطعه، فيها اصابات او كده. طيب اول حاجه بنعملها ان احنا بنفحص الملابس. لو البنت كانت سايقه وحصل فيها الكلام ده بدون رضاها، اتخطفت مثلا او حاجه، بنبحث عن اثار المقاومه. مش البنت دي اتاخدت غصب عنها وراحت مكان غصب عنها وتم اغتصابها غصب عنها، اكيد هيبقى في اثار مقاومه، اثار تمزقات وقطوع في جسمها، في الهدوم اللي كانت لابساها، واثار تلوثات عشان دي اتحطت على الارض او اتحطت على مكان، المكان ده ما كانش مثلا نظيف ولا حاجه، لو في تلوثات دمويه او تلوثات منويه. بعدين بنفحص جسم المجني عليها. يقوم الطبيب الشرعي بالكشف على المجني عليها بعد اخذ موافقتها، موافقه البنت بالغه لو تمت 21 سنه. طب لو اقل من 21 سنه دكتوره، يبقى موافقه ولي الامر عشان هي كده قاصر. بعدين بندور على علامه المقاومه. طب علامات المقاومه دي يعني ايه؟ يعني البنت لما حد حاول يغتصبها، حاول تدافع عن نفسها بانها خربشته في وشه، خبطته، هتلاقي كدمات، كدمات بقى هتلاقي تحت ضوافرها في جلد، تمام؟ كدمات صغيره في الوش، حوالين بقها عشان يكتم نفسها، هتلاقي في رقبتها، في الساعدين، في دراعاتها، حول الرزغ عشان يكتفها، هتلاقي حول الصدر، هتلاقي بايتس عضات، هتلاقي كدمات على السطح الداخلي للفخذين. طيب في بعض الحالات ما بيكونش فيها الكلام ده. امتى؟ لو البنت مش فاهمه يعني ايه؟ البنات الصغيرين اللي تحت سن 12 سنه مش فاهمه يعني ايه اغتصاب. لما يجي واحد يسحبها وياخدها في توك توك ويعمل فيها اللي بيعمله، هي مش فاهمه عشان تقاوم. عكس مثلا بنت عندها 19 20 سنه فاهمه. طيب انت برضو ما يكونش فيها علامات اغتصاب او علامات مقاومه. لو البنت الصغيره، لو بنت مثلا من البنات اداها حاجه، بنجها، شربها اي حاجه مسكره، شربها اي حاجه تغيبها عن الوعي. لما نيجي نفحص غشاء البقاره ده بقى عشان نشوف اللي احنا اتكلمنا عنه ده، هنفحصه ازاي؟ اولا هنشوف هو في تمزق ولا لا. التمزق اللي بيحصل في غشاء البقاره عاده بيحصل في الانثى البكر عند اول جماع، تمام؟ وعشان كده في مجتمعنا بيتقال ان البنت بكر لما تنزل، لما يحصل لها بليدنج بعد الجماع. في حالات نادره بيحصل ان البنت يتمزق غشاء البقاره عندها نتيجه اصابه. حصلت يوه بالكو. اشهر حاجه بتجيلنا ايه؟ ايام الدراسه البنات بيطلعوا يلعبوا على الادراك، تقوم رجليها محشوره ونازله، حرف الدرج يجي فيها من تحت. شفت حالات قبل كده؟ عارفين الصبه بتاع السقف، السياخ بتاع الصبه، ساعات الناس لما بيبطلوا يعني بعد ما بيخلصوا صبه وكلام من ده، بيبقى السياخ بتاع السقف دي مش بيغطوها ولا بيقطعوها، ساعات بيفرشوا عليها حاجات ويقعدوا. جات لي بنت مره الصبه دي داخله فيها من تحت مع وراها. ساعات بيجي مثلا لما البنت تلعب بالعجله وتقع على الارض، حرف العجله يخش فيها الكرسي بتاع العجله. بتحصل؟ اه بتحصل، وحالات كتير اه، بس غالبا الحاجات اللي شفتها لو ما كانش حاجه سيفير دخلت في الغشاء نفسه وبتبقى معوره الدنيا كلها. انما الحاجات البسيطه، الاصابات الرديه البسيطه عاده بتقطع في الشفرتين وفي الجهه الخارجيه بس، لكن ما بتخشش قوي دي، تمام؟ طيب الغشاء ده لما بيتقطع، لو هو هيتقطع في جماع او في جنس او في حاجه، في حالات اغتصاب، بتقطع فين؟ بتقطع في الجزء السفلي الخلفي. فين السفلي الخلفي ده؟ هوريه لك. شايفين منظر الهايمن ده؟ ده واحد تيبيكال مثلا. الهايمن ده لما بيجي يتقطع في حالات الجماع او في حالات الاغتصاب، بيبقى اشهر مكان ينقطع فيه هو من تحت، في الجزء السفلي ده، تمام؟ طيب العلماء بتوع الطب الشرعي لما حبوا يعملوا صوره لما حبوا يقولوا الهايمن اتقطع فين او اتقطع ازاي، عملوه زي الساعه. الساعه العاديه بتاعتنا عند الساعه 12 وعند الساعه 6 وعند الساعه 3 وعند الساعه 9، واحده 2
5 8 9 10 11. فلما تيجي توصف مثلا وتقول عندي قطع، اما بتيجي تكتب بتقول مثلا قطع عند الساعه 9، ما يفهمش الجمله دي غير بتوع الطب الشرعي، لانه فاهم ان الهايمن معمول زي الكلوك، وفي قطع عند الساعه 9، في قطع عند الساعه 6، في قطع عند الساعه 2، في قطع عند الساعه 1. ممكن اقول في عده قطوع مش قطع واحد، في قطع عند الساعه 3 وعند الساعه 8، في ممكن يكون العضو كبير قوي فعمل لها تمزق، عمل لها تمزق من في المنطقه الخلفيه عند الساعه 6، وعمل لها عند الساعه 3 وعند الساعه 9. تمام. طيب ممكن يبقى قطع واحد وعده قطوع. تمام، هو ده القطع اللي بقول لكم عليه بقى. طيب لما تيجي نتكلم على غشاء البقره، زي ما بقول لكم بنحدد مكان القطع. تمام، وعاده زي ما احنا قلنا بيبقى في الجزء السفلي الخلفي. طيب وقلنا برده ممكن يحدث في اكثر من موقع، والتمزق غالبا بيكون مكتمل وشامل يمتد من الحافه الحره للغشاء حتى قاعده الغشاء بمكان اتصاله بجدار المهبل. يعني ايه الجمله دي؟ بص كده، ده غشاء البقار. غشاء البقارة ده دي الفتحة هي اللي بينزل منها البلط، وده كله الغشاء، ودي فتحة البول. طيب الغشاء ده لما بيخش فيه العضو بيقطعه، بيقطعه من بره لجوه، ولأن العضو بيبقى حجمه كبير بيقطع كل ده لحد الوول بتاع الفاجينا. فلما يجي القطع يبقى من بره لجوه. تمام، بيبقى قطع مكتمل. يعني ايه مكتمل؟ يعني واخد من الحرف اللي بره لحد اخر الجدار. عشان كده لما باجي ابص ساعات الهايمن بيبقى فيه اشكال متعدده كتير قوي. في نوع من الهايمن انا وريته لكم اللي هو المشرشر، اللي هو شكله كده، بصوا كده ده اهو. ساعات الشرشره دي بتبقى كبيره قوي، بيسموه فلاجيليت او فيمبريات. الشرشره دي بتبقى كبيره لدرجه انها تبقى عامله صوابع كده، يعني طويله قوي، وبتبقى داخله مشرشره بقى في الحروف بتاعه الهايمن. فساعات ناس تتلخبط تقول لك لا ده مقطوع مش مقطوع. امتى احكم انه مقطوع؟ لما يكون واصل للوول للجدار، واخد من الحرف من بره لحد الجدار من جوه، ده اقول عليه مقطوع. طيب دي قطع عذراء، دي بعد الممارسه الجنسيه وسع اهوت، وبعد الولاده طبعا راس البيبي لما بتنزل بتقطعه خالص، بتخلي الفتحه بتاعته كبيره جدا. طيب زمان ما اتكلمنا بقى على فحص غشاء البقره، التمزق الحديث والقديم. طيب انا جات لي بنت دلوقتي بتقول ان حد اغتصبها او اعتدى عليها. في سيناريوهات كتير قوي بتجيلنا. سيناريو مشهور قوي ان البنت تبقى مخطوبه لواحد ويحصل ما بينهم جماع، وبعدين الواد ده يسيبها، وبعدين يتصل على اهلها ويقول لهم تتخطب لواحد تاني، فيقول لهم لا ده انا كنت ماشي معاها وانا زي ما بقولوا كده بالعربي اخدت شرف. فتيجي الام تكشف عليها، فنسال البنت حصل يا بنتي جماعه ما بينكم قبل كده؟ تقول لا ولا عمره لمس. نبص نلاقي الغشاء مقطوع، وبدل القطع 2 و3 و4، والقطع قديم. طب انا اعرف ازاي بقى؟ الممارس بيعرف القطع القديم والحديث ازاي؟ زي الجرح القديم والجرح الحديث. الجرح القديم بيبقى ما بينزفش، لو حضرتك لمسته، لو انت مقطوع في ايدك مقطوع بقالك فتره. الجرح القديم الجديد لما تيجي تحط ايدك عليه وتفتحه هيجيب دم تاني، بيبقى لونه احمر. تمام، بيبقى كمان شفاف وزهري كده نتيجه الانفلاميشن اللي حواليه. طب بص بقى على الجرح القديم او التمزق القديم، اولا ما بينزفش، لو حطيت ايدك عليه او لمسته باي حاجه مش هيجيب دم، مكتمل. مكتمل يعني ايه؟ يعني حوافه مبيضه. الغشاء ده لما بيهيل بيهيل بفايبروزس، فبيدي لون ابيض. فلما باجي ابص عليه مش هلاقي الحواف بتاعته محتقنه ولا منفوخه، ولا البنت هتصرخ لما اجي المسها، ولا هلاقي عليه تجلطات دمويه. هوريكم شكل المنظر بتاع الريسنت رابشر للهايمن بيبقى شكله عامل ازاي. طيب التمزق الجزئي الشافي والسلم الطبيعي. السلم الطبيعي ده اللي بقول لكم عليه، اللي هو هايمن او غشاء بقره حوافه طويله ودنتيت مسنن ليه سنون، فاللي بيشوفه بيعتقد ان هو مقطوع. غالبا التمزق الجزئي ده اللي هو بيبقى نتيجه بتاع دوت المعاشره الجنسيه، يعني بيبقى زي ما احنا قلنا في القسم الخلفي لغشاء البقره.
انما السلم الطبيعي او الجزء المسلم ده بيبقى غالبا امامي او جانبي، تمام؟ مش مهم قوي تعرفوا الجدول ده، انا بحطه بشرحه بالتفصيل لطلبه عندي وخصوصا طلبه الماجستير والدكتوراه، بس اللي يهمني تعرفوه ان السلم الطبيعي بيبقى لونه زهري، بيبقى رقيق، بيبقى متعرج، بيبقى شكله طبيعي وواضح واملس. التمزق الجزئي اللي خف او التمزق اللي حصل له نتيجه الانتركورس وبدا يهيل او يخف بيبقى لونه زهري، مش زهري، بيبقى مبيض، بيبقى سميك، بيبقى شكله مش منتظم، بيبقى الفبروس بتاعه شكله وحش، بيبقى عاده محبب او مغربل، يعني بيبقى عامل زي محبب كده، تمام؟ طيب طبيب الشرع بقى وظيفته ايه في الليله دي؟ المفروض انه يثبت او ينفي او يحدد عمر كل حاجه شافها ومتزامنه مع بعضها ولا لا، ولو الست دي مضروبه تمام يحدد الاله المستعمله، الاله الصلبه دي كانت حاده ولا رده، يعني زي الست المضروبه في البوكس شاهد دي مضروبه بآله صلبه رده، الست المضروبه بالمطوه في ايديها والبنت المضروبه في المطوه في دماغها دي آله صلبه حاده. حصل لو في مثلا مواقعه جنسيه، حصول المواقعه دي حصلت ولا ما حصلتش، في افعال جنسيه منحرفه حصلت ولا لا، وهنشرحها بالتفصيل برضه دلوقتي. العنف الجسدي الموافق للعنف الجنسي اللي استباقت عضلات الست دي، في مضاعفات عن الاعتداء الجنسي ده حصلت لها، حمل، امراض معديه، اغشاء البقره تفض ولا ما تفضش. بصوا معايا بقى، في فتره زمنيه بتحصل ما بين الاعتداء والفحص، يعني ايه؟ البنت اللي تم اغتصابها دي هنحكي ثلاث سيناريوهات. البنت الاولانيه اللي تم اغتصابها ودوها مثلا حاجه، حد خطفها في توك توك، شربها حاجه او حقنها بحاجه ورماها في قلب الزراعه واختطفها. البنت دي فاقت، لقت نفسها مرميه في قلب جنينه، وبعد ما لقت نفسها مرميه في الجنينه جسمها كله حشيش وطين وبتاع، روحت البيت مامتها شافتها، في ايه؟ انا مش فاكره. بدات ترجع، امها جريت بيها على طول وراحت بيها على القسم، عملوا محضر وحولوها على وحده الطب الشرعي الاكلينيكي. في واحده جايه بحاجتها، جايه بهدومها اللي تم الاعتداء بيها، جايه بشكلها، ما حصلهاش اي حاجه، الفرق بين الاعتداء والفحص هو مسافه ما راحت القسم وجت. طيب حاله ثانيه تم الاعتداء عليها، مامتها شافتها كده، لا لا ما ينفعش نمشي كده في الشارع وحد يعرف، قلعتها هدومها، شطفتها، نظفتها، ولبستها هدوم نظيفه وراحت بيها على القسم، وجات لنا بعد كده على وحده الطب الشرعي الكلينيكي. البنت اللي جت على القسم وما فيهاش اي حاجه غير حبه كدمات، وباين طبعا من الهايمن بتاعها من تحت ان هي تم اعتداء عليها، غير البنت اللي جايه بمسرح الجريمه معاه، جايه بالطين اللي مرمي، اللي كان مرمي في مسرح الجريمه، جايه لو في حتى بواقي حمض، بواقي مني من المعتدي عليها في جسمها هنعرف ناخدها، لو في شعر من الجاني، لو في بواقي من الجلد تحت ظوافرها هناخدها. خدوا بالكم ساعات الافعال اللي بيعملها الاهل في ان هم يحاولوا يخبوا بتهضم حق البنت او المعتدى عليها، لان ما بتحميها بتشيل عين عليها كل اثار الجريمه. طيب لو احنا عاينا المعتدى عليها ساعة الاعتداء، هشاهد علامات اصابة حديثة منطقة عضلات التناسلية زي النسف زي ما احنا قلنا، ممكن اشوف تمزق في غشاء البقرة زي ما قلنا، كدمات طبعا، وجود حيوانات منوية. طيب لو الفحص ده تم بعد عدة ايام او اسابيع، يكون طبعا من الصعب ان انا احدد انها ناتجة من الاعتداء ولا لا.